بدنا نحكي اليوم عن عملية الهضم. طبعا دائما في منظومة اسمها منظومة التغذية، لازم دائما تكون على اذهاننا. منظومة التغذية تشمل اربعة امور. نحن لحتى يكون الانسان او الكائن الحي اللي هو الانسان عايش حياته بشكل طبيعي، لازم تكون هالمنظومة متحققة تماما. المنظومة تشمل اول شيء، نحن في عندنا مواد غذائية. المواد الغذائية بتناول الانسان عن طريق جهاز الهضم. جهاز الهضم وظيفته تحويلها الى مواد اوليه. المواد الاوليه طبعا هي المواد اللي درسناها، اللي هي سكريات وبروتينات رح تتحول لاحماض امينيه، فيتامينات، املاح معدنيه وما. هالمواد الاوليه رح تروح لوين؟ رح تروح عبر عمليه الامتصاص اللي بيكون فيها ايضا جهاز هضم، رح تروح على جهاز الدوران. جهاز الدوران رح يتولى مهمتين. المهمه الاولى اللي هي توزيع المواد الغذائية هي يلي هي تحولت لمواد أولية بواسطة جهاز الهضم عبر عمليتين من الهضم، يلي هي هضم ميكانيكي، هضم آلي أو ميكانيكي، وهضم كيميائي، لحتى حصلنا على المواد الأولية الناتجة عن المواد الغذائية. تمام؟ فلح يتولى مهمتين. المهمة الأولى هي توزيع هاي المواد الأولية، والمهمة الثانية هي توزيع الأكسجين. الأكسجين لح يكون جاي من وين؟ لح يكون جاي من جهاز التنفس. جهاز التنفس عفواً رح يعطيني الأكسجين، الأكسجين رح يروح على جهاز الدوران، وبالإضافة لذلك جهاز الهضم رح يعطينا جهاز الدوران مواد أولية عبر عملية الامتصاص بالذبابات المعوية الموجودة في الأمعاء الدقيقة، رح تروح كلياتها على جهاز الدوران. جهاز الدوران رح يوزعها توزيع على مين؟ على الخلايا. بالخلايا رح يتم عملية الاستقلاب. طبعاً الاستقلاب هو نوعين، استقلاب بناء واستقلاب هدم. وقت انا ببني خلايا جديده هذا بنسميه استقلاب بناء. وقت انا باخذ هالغذاء وبستفيد من الطاقه اللي موجوده داخل هالغذاء، بحولها لشكل ثاني من الطاقه اللي كلنا عرفنا هذا المركب اللي اسمه ATP، المركب الشهير اللي هو الادينوزين ثلاثي الفوسفات. هذا المركب ما لازم نروح عن بالنا ابدا، هو الشكل الطاقي اللي بيتحول منه الغذاء اليه. يعني بتحول الغذاء لشكل طاقي هو ATP، بتستفيد منه مثلا عضلات في الحركه، كل فعاليات الجسم تستفيد منه لهذا المركب الكيميائي اللي اسمه ATP. فالمهم الاستقلاب عندنا نوعين، هو استقلاب بناء واستقلاب هدم. هالاستقلاب رح ينتج عنه فضلات، هالفضلات بنسميها فضلات ازوتيه. فضلات ازوتيه طبعا الفضلات الازوتيه رح تنتج بشكل اساسي عن استقلاب البروتينات، كون البروتينات هي احماض امينيه، هي اللي حتعطيني الفضلات الازوتيه. طبعا الفضلات الازوتيه رح تروح مره ثانيه لوين؟ على جهاز الدوران. جهاز الدوران رح يبعثها لوين؟ للجهاز الاطراحي. للجهاز الاطراحي، طبعا الجهاز الاطراحي رح يتولى مهمه اخراجها خارج الجسم. وكذلك الامر رح يكون الخلايا ناتج عنها عمليه غاز ثاني اكسيد الكربون. غاز ثاني اكسيد الكربون ناتج عن الاستقلاب داخل الخلايا. غاز ثاني اكسيد الكربون رح يروح مره ثانيه عن جهاز الدوران، وجهاز الدوران رح يبعث لها لمين؟ لجهاز التنفس. ثاني اكسيد الكربون حيبعثها جهاز التنفس، جهاز التنفس رح يطلعه خارج الجسم كمان بعمليه الزفير. هي المنظومه كلياتها بنسميها منظومه التغذيه، تشمل اربعه اجهزه بيعملوا بشكل منتظم مع بعضهم البعض، يعني هن جهاز هضم، جهاز التنفس، جهاز الدوران، وجهاز الاطراح، كلياتهم عباره عن منظومه واحده. هالمنظومه الواحده بنسميها منظومه التغذيه في الجسم. هلا حتى نحكي عن عملية الهضم بس نخليها هي على بأذهاننا اللي هي مفهوم التغذية عند الإنسان. طيب هلا بنبلش بعملية الهضم. طبعا عملية الهضم لازم نعرف إنه نحن بنقسمها لثلاث مراحل أساسية. المراحل الأساسية لعملية الهضم هي الهضم الآلي، المرحلة الثانية هي الهضم الكيميائي، والمرحلة الثالثة هي عملية الامتصاص. الفرق أو شو كل عملية شو بتصير؟ الهضم الآلي، رح نبلش بالهضم الآلي ابتداء من الفم. الفم فيه الأسنان، الأسنان بتقوم بأغلب عملية الهضم الآلي اللي هو عبارة عن تقطيع الطعام إلى أجزاء صغيرة جدا. بعدين فيما بعد رح يروح الطعام على المعدة، كمان بالمعدة رح تتولى عملية طحن الطعام إلى أجزاء كبيرة جدا. بمساعدة ايش؟ بمساعدة شغلتين، في الفم رح يكون اللعاب هو عامل مساعد لتقطيع الطعام لاجزاء صغيرة، وفي المعدة رح تكون موجودة العصارة المعدية اللي رح يكون مفروز فيها شغلتين اللي هي حمض كلور الماء. حمض كلور الماء رح ينفرز بالمعدة، له مهمات كثيرة، احدى مهماته انه تحويل الوسط الى وسط حمضي بنسميه الكيموس. الكيموس شو هو؟
هو عبارة عن الطعام مضاف إلى حمض كلور الماء، الطعام المهضوم ميكانيكيا مضاف إلى حمض كلور الماء. لح يصير الوسط هو عبارة عن وسط حمضي ضمن المعدة. طبعا المعدة مجهزة تماما لحتى تحمي نفسها من حمض كلور الماء، فيها طبقة مخاطية تحمي نفسها من حمض كلور الماء. الحرقة المرئية اللي بتصير هو ناتج عن تناول كميات من الطعام مثلا غير منتظمة بشكل غير جيد، فلح يصير هو ارتفاع الكيموس عبر فتحة أو فوهة الفؤاد إلى الأعلى. المريء غير مجهز إنه يحمي نفسه من حموضة حمض كلور الماء، بينما المعدة مجهزة. هذا السائل الحمضي بنسميه الكيموس. طبعاً الكيموس هو وسط مناسب لنوع من الهضم الكيميائي. نحن في عنا أنزيمات تنفرز من قبل خلايا المعدة. هذه الأنزيمات مثل أنزيم البيبسين. طيب أول شيء كلمة أنزيم. الأنزيم ماذا يعني؟ الأنزيم هو عبارة عن مادة ممكن تكون ذات طبيعة بروتينية أو ذات طبيعة ستيرويدية. هاي المادة مهمتها أنه تقوم بتحويل نوع معين من الغذاء إلى مادة أولية. فممكن أنزيم البيبسين متخصص بهضم البروتينات فقط، ما بيقرب على أي مادة أخرى. هلا رح يكون في عنا هضم كيميائي في الفم يلي هو انزيم اللعاب، فيه انزيم اسمه انزيم الاميلاز. هذا انزيم الاميلاز مهمته فقط تحويل النشاء الى سكر الشعير اللي هو هضم جزئي. سكر الشعير سكر شو كان؟ ثنائي، بينما النشاء هو سكر متعدد. فهذا الانزيم اللي هو انزيم الاميلاز بدرجه حراره الجسم الطبيعيه اللي هي خلينا نقول 37 درجه مئويه، اللي هي 36.8 بالاساس، تمام؟ فهيتحول النشاء الى سكر الشعير بوجود انزيم معين اللي هو انزيم الاميلاز. انزيم الاميلاز فقط مهمته تحويل النشاء الى سكر الشعير. نفس الشيء انزيم البيبسين. انزيم البيبسين اول شغل الصفه له انه يعمل في وسط حمضي. مين بيامنه؟ بيامنه حمض كلور الماء اللي بتفرزه خلايا خاصه في المعده، بتحول المواد المهضومه الى كيموس. فبيجي البيبسين بيهاجم مين او بيستهدف مين؟ بيستهدف المواد البروتينيه. هلا فيما بعد رح يتحول الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، أو مجرد ما تحول الأمعاء الدقيقة رح تصب عليه مين؟ مفرزات الكبد زائد البنكرياس زائد العصارة الصفراوية. رح نبلش طبعا مفرزات الكبد والعصارة كلها بتصب بأول منطقة منها الأمعاء الدقيقة اللي بنسميها الاثني عشرية، الاثني عشر، أو بنسميها العفش. طبعاً سميت الاثني عشرية لأنه طولها 12 إنش، يعني هي طولها إذا بتلاحظوا 25 سنتيمتر. طيب شو نسميها الاثني عشرية؟ لأنه 25 سنتيمتر تساوي 12 إنش، اللي هي واحدة قياس يعني مستعمل نوعاً. فالمهم مفرزات العصارات رح تصب كلياتها في وين؟ في المنطقة الأولى بالأمعاء الدقيقة. فمعظم عمليات الهضم الكيميائي رح تكون وين؟ بالأمعاء الدقيقة. طبعاً رح يتحول الوسط الحمضي يلي كان موجود في المعدة إلى وسط قلوي. بوسط إيش؟ بوسط وجود أملاح الصفراء يلي تفرزها العصارة الصفراوية. هي أملاح الصفراء رح تحول وسط حمضي إلى وسط قلوي، رح نسميه الكيلوس. الكيلوس هو رح يكون مثل المستحلب. هالمستحلب رح شو يكون؟ رح يكون عبارة عن مادة قلوية. طيب هلا هون بتبلش مين؟ عمل الانزيمات اللي بتعمل في الوسط القلوي او بتعمل في الامعاء، اللي منها مثلا التريبسين، الكيموتريبسين الى اخره من الانزيمات اللي بتعمل في الوسط القلوي. هلا هون رح تنتهي عمليتين اللي هن الهضم الالي والهضم الكيميائي. رح نضل على شغله واحده اللي هي موضوع الامتصاص. الامتصاص رح يكون فقط في الامعاء الدقيقه. رح تمتص الامعاء الدقيقه المواد بواسطة ايش؟ بواسطة وجود الذغابات المعوية اللي هي عبارة عن انسناءات داخل الأمعاء الدقيقة. هالانسناءات عبارة عن خلايا، هالخلايا رح تمتص هالمواد الأولية وتحولها مباشرة لوين؟ تحولها مباشرة إلى الدم. طبعا الدم هو اللي رح يشرف على عملية توزيعها إلى جميع أنحاء الجسم. فيما بعد رح تتكثف هاي الفضلات ويعاد امتصاص فقط الماء في منطقة الأمعاء الغليظة. فأغلب عملية الامتصاص بتكون في الأمعاء الدقيقة اللي هي امتصاص المواد الأولية الناتجة عن المواد الغذائية كلها،
فقط امتصاص الماء رح يكون في الامعاء الغليظه. تمام.